السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. আমি সাদিক খান। এখন বুকের উপর হাত মাদার তিন কিসসই হাদিস বলবো ইন্ট্রোর পর। بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي صلاة حد بدرستان حديث نمبر ایک عن سحلي ابن سعد قال قال الناس يمارون عن يد الرزل يد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة سحل ابن سعد رضي الله عنه قال لوك در কে নির্দেশ দেওয়া হতো মুসল্লি যেন সালাতের মধ্যে তার ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর রাখে সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 740 হাদিস নম্বর 2 عن طاووس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اليمنى على يده اليسرى ثم يسد بينهما على صدره وهو في الصلاة طاووس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة تردان حد بام حد روپر راكتن ابن قبوي حد بوكي روپر شكت قرر راكتن ابو داود حدث نمبر 760 حدث نمبر 3 عن وائل ابن حزر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره وائل ابن حزر رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم صلاة عليه قرتي رسول صلى الله عليه وسلم تر دان حد بام حدر اوپر ركه بكر اوپر باتن براكتن سو ابن خزيمة حدث نمبر 479 بولو گولو مارم حدث نمبر 275